نبدأ نشرتنا الاقتصادية، حيث قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك اليوم إن مصر ستتسلم حصيلة السندات الدولارية التي طرحت مؤخرا بالأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري. وأضاف أن حصيلة الطرح تبلغ 4 مليارات دولار توجه لتمويل الفجوة التمويلية، لافتا إلى ارتفاع الفجوة التمويلية في مصر لتصل إلى 34 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المنتهية في العام الماضي المالي 2018 و2019.